Sup, bitch? ايه معاكم ثقه يا عطيتو في روحي. ايه معاكم ثقه بازم على بالي نقص في اللحيه. درت كوبات الانانيش حاب نولي انوش انوش انوش. جميع وحدتنا على انوش كريمينا يقولها تعيط ليش. المرة اللي عندها تحكينا على الحلابين في الجزائر لما تفرجيوش روحوا تفرجيوه. والمرة هذه احنا كيف في سي جي اي فول طايح خشين ورجله نقش انوش حاب يسقسين عليه وعلى بالي حاشم برك. واللي هو كيف تعرف لك صاحبتك تخون فيك؟ اسمع عتيق انا صاحبتي بنت فاميليا تنك عليا. لكن تعرفوا واحد كيما هذا نيكل امه بطريحه بالك يتفلاشا. حاب نقول حاجه صغيره باك بنات الجزائر مادامكم تعرفوا زبي درك بوكل نتوما بنات قحاب تكونوا في صحابكم ساكن بلا ما على بالهم بيوسك فيهم الريحه تاع التقيح تاع طعيط زمزم زمزم زمزم. خاوتي يا البنات هادو حاطين رواحهم قحبن ميخوكم الثقه قحبون عليهم ثقه. اونطرينا عند الحكيم منانوك في الفنون المنانوكيه. اوكي خرج من الدار عيط لصاحبتك حابه ترندف يا الزبي يا وين كيدير مصباح ونعيط تولي مليح خاطرش راك بدا ديرك في السبات هادو. اه شيا مكيش قاعده. اه اوكي حبيك مع صحاباتك. اه مره راح ديري لي كور لكن بعث لك جاست ملي جاست هادو صاحبتك قحبه خاينه. اوكي ونديروها لك كان جات ورندفتو وما بنيتتلكش والله ما خلاتكش دير لها واحد من لورا باك والله ما ردعتش صاحبتك قحبه خاينه من نوع هاتي النيك هاتي النيك هاتي النيك نيك مخك. ولا كان عندها 3 سمانات وصاحبتك ما خلاتكش تيري بيناتشي صاحبتك طايحه في كريستيانو رونالدو انت متغير كرامك وزبك يتقلب مي ما تكسرش راسك دوك تاني كريستيانو زبو يتقلب كود زيزو في سود صاحبتك. اي محالة ثقة انا صاحبتي مرف منيك هاش بالشهر وتبقى في دال هاش معا لكن تعرفوا واحد كيما هذا غير نيكون مو بطريحة ودي يقلب لي في زبي. حاب نسقسيك اللي تفرج في يدك صاحبتك خي عندها سوا تاع الصح لكن عاد الاجابة تاعك نعم كمل نحكي ولكن عاد لا راح تدور مع فوزي هم ليه حسيتك يقعد قاعد نيك لا شاف وحده عمرها 16 على بالي جزيرية ناكو عسوة صغيرة. هيا مالا نعت لي وحده في الجزائر لا سيدي في العالم بكو تلقى واحد بو زب وما تنيكش معاه على الاقل خطرة في السمانة صاحبتك خاينة بيتش. على بالي معظمكم دوك يقول لي منين قاعد تجيب في الحكمه والمعرفه هذه بكل عليها دوك نحكي لكم حكايه كيف عرفت بلي صاحبتي انا قحبه خاينه. واحد النهار صندفت انا وقحبتي هبطتها معايا للاستوديو ايوي نيك في الاستوديو تاعي كيما الويكاند نحيت تريك وقاعد نعرض به تسخن ليه ليه عندها سدرينيك الدنيا قاع بومبا تم تولت الحاجه سوتها نهار هذاك كانت غايبه تم عرفتها ناقش حنا فسرق سوت صاحبتي ودكها في جيبو تم عرفت بلي صاحبتي قحبه خاينه 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 كون طلع على طي صاحبتك وما تلقاهش صاحبتك قحبه خاينه من نوع وين راح تسوتك وين راح تسوتك وين راح تسوتك. اجمع ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم تولهم من القحاب هادو هي نحكي عليك تي وتي 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 وتي, وتي. لكن عندك مرتك وعندك مده وانتم مزوجين زبك عنده حق باش يعرف سقسيها ما فيهاش عيب. اسمعي دوك احنا عندنا قريب 5 سنين وحنا مزوجين قولي هي هي هم بعد ما يجبكش الحال حوس تلق حوس سنيك معه الاخلاق لكن طايح في وحده كيما هذه ما تسقسي للزبي قادره تنيك لك امك خليها تنيك معاهم بكل تناك. لكن على الطفله كيما هذه رزينه عقلانيه تقادر راجلها لا شي يهدر واش يهدر سقسيها. انا عمي عمري 5 سنين بالضبط وانت مزهيلي السويوه تاعي مليح مي كومام. حاب نسقسيك اسكو جامي خنتيني في المده هذه بكل وانا معاك ولو كان في تخمامك برك وانا قاعد نيك فيك مع واحد خلاف تكتبي نيك محاله بيبي كيف عندي صدر رجاله ونخمم في واحد خلافه نيكها بطريحه دوك تقرر مرتك خانتك مع كريستيانو رونالدو براد بيت في مخها وماش حابه تقولك وباه ما تحشاكمش المره الجايه وتزوجوا بقحاب كيما هادو درت لكم البروغرام هذا واسمو سوا كوميسار سوا كوميسار سوا كوميسار. بروغرام تكون من 5 مراحل قبل ما تستخدمو لازم نيك فيها حبه دواء ثقه كان قحاب وكل يديروا فيك الثقه جماعه ولك صباط كامل تاع دواء باش صلحت لقطه. مرحله الاولى سقسي مع روحك لكن عاد سوتها اسكو مرخوفه بزاف خاطرش لكن عاد مرخوفه فوق الحق دوك راسك يدك رجلك نتا بكل لكن لقيتهم ضرب قاص صاحبتك نيك فيها ديناصور. مرحله 2 وانت الدور الداخل في سوت صاحبتك لكن سمعت اغنيه مليحه بار اكزامبل كريس براون فوريفر صاحبتك قادر تكون في دار صح مي لكن كيما دخل فيها سمعت اغنيه كيما هادي سوت صاحبتك يستحوذ عليها من طرف شبح الشاب حسني غير هذاك هو اللي نخليه هنيك مع مرتي يكون جحيم
بيت موسيقى. مرحلة الثالثة لازم تسقسي مع روح كيفاه طعم الريحة اللي في البعوشة تاع صاحبتك. شري هذه قهوة تاع واحد اسمه بلال واش كديري في سوتك. مرحلة الرابعة كاش ما تلقى حاجة لداخل في سوت صاحبتك. ما تدريش قادر تلقى بيسي مخدة ولا لقيت مخدة وفراش مع بعضها ما بات فيك واحد قاعد يباتينيك في صاحبتك. لا عطاير صبات تحتيقة صار قاعدينيك في قناعي على بالي شي صاحبتك خاينة. مرحلة الخامسة والأخيرة لازم تبيني فيها كان كاين واحد خلافي دور في سوت صاحبتك انت ما على بالكش. يه تيقة وش قاعد هنا؟ قاعد وتبدا تحكيو مع بعضاكم تفكروا فيا مات زمان وين كاس القهبه قحبتني غير مع واحد مره في الفال. وعلى بالي انتوا بنادك تبدا تقول لي ثقه 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 هذه ما تحكي علينا عليها اليوم غطوني راح نقول لكم حاجه صغيره اللي هي شتي صاحبك هذاك اللي قاعدين يكفيك دركا صاحب هذاك اللي قلت لي دور معاه وديما نخرج ندور معاه وعندوش دره كبير وقاعه كبيره ومش صاحبه او صاحبته. ايه كما كنت ثقة وكان دبري يحكي كيف تعرف كان صاحبتي قاعده تخون فيك لكن شاك حاس موسوس بلي صاحبتي قاعدة تخون فيك بعت لها فيديو هذا بلا قادة تفضح روحها لكن عندك صاحبك يتناك على صاحبتك نيكو بطريحها ومن بعدها بعت له الفيديو هذا قادر يفهم روحه ويش بطي زم روحه عليها لكن تي قاعدين فيك واحد خلاف درك وصاحبك نسيك ما على باله بواله وبعت له الفيديو هذا صون ديريكت قادر يهدي ربي ويفيق لك. ايه ما تنساوش ابوني عندي في الثقه جاي وبيك ديك اصل خاوتي اللي قايميني بلا باج تاعي في الفيسبوك ايمن موحه سالم بلا بيك منتوما ما نقدرش على بالي خلاص ريبوند على الميساج وبلا بيك منتوما ما كانش الجاي وبلا بيك منتوما ما كانش الثقه. وانستغرام تاع السمانه هذه من الجاي تاع الثقه هو روبا مورينا 14000 طفل وطفله 14000 طفل وطفله عطيت بان اغنيه تبعوها دولها لايك دولها فالو تبعوني انا ثاني في الثقه جاي. واللغز تاع السمانه هذه وش هي الحاجه اللي كيما تدخل في الماء تولي كحله وكيما تخرج حمراء وبان سهل هيك ما حيوان. ايه عندي حاجه جديده ليك مربي ان شاء الله من الاربعاء الجايه تعودوا تفرجوني في اليوتيوب هذا على المباشر باركولي في كاس خدمه في الراديو راح تبدا من الاربعاء الجايه بربي ان شاء الله نحكي ونتناقشوا مع بعضنا انا لطيف على النقاش على المباشر نقصروا نتمنيكوا بعضنا واني نحوس على واحد بيدخل يخدم معايا في الفكره هذه تاع الراديو. الشروط الوحيده اللي تاهلك الخدمه هذه هي لازم تكون ما تقراش لازم تكون ماشي خاصه تعود تعرف تهضر شويه ما تنيكش بعضها على بالي ينزلوا مخصوب بعضنا على المباشر في الراديو ولازم ثاني تكون تخدم بالافتر افكس ولا كان تعرف واحد كيما هذا ولا انت واحد كيما هذا ما عليك غير تبعث لي ميساج في الثقه جان ونتفاهموا فيها بيسا بيتش.